مرحبا انا نلعب لعبه جديده تركز في الكلاس نعمل شكل كوكب بعدين نعمل جهه راسها تختار ده الاخضر واعمل وجهه واجهه هذه تاتر تعملها الرموش هذه تاتر راح نخليها تنشف ونسننها فيها نقدر نعملها هيك شكل هون وفي الآلة نقدر نحطها على المغناطيس ونحطها في الثلاجة عملت شكله زي صحن واستخدمت هذه نقدر نحط فيها مفتاح أو صابونة أو وبس نستخدم هذا الأجزاء والأزرار بابا بدي أبلش الصح ألزق أزرار حكم هسه
Bueno. راح نغير هسه عدس لو طلب صحنا مع العرق من الكلي هسه نحط ورا انت خليك من جوا البشرة جاهزة ورد البشرة جاهزة صارت ردتنا البشرة الحلوة جاهزة هذه قطعة فون وهسه أنا بقص هذا اللي رسمناه هذا البالون خلاص صار البالون تماما جاهز ونقدر نزقه على هذا الثلاجة أنا رسمت رسمة جيتار وهلا بدي أحط عليه الكلاي عشان يصير عندي رسمة جيتار من الكلاي تقدر تحط أي لون بدك إياه يا سلام جبل الأسود
قاعد اغطيها، بدي احط عليها.